السلام عليكم ورحمة الله أخواني مشاهدي ومتابعي قناة وزف تكنو. اليوم إن شاء الله حيكون عندنا فيديو فتح صندوق وأيضا تركيب وطلع كامل على إضاءة جوفي أميرجن وهي الخاصة بالشاشات. هذا الموديل عندنا هو أحدث موديل لسنة 2021 من شركة جوفي اللي هو الـ H6199، وكما تشاهدون هذا الموديل اللي هو خاص بالشاشات يأتي مع كاميرا. هذا الموديل يتفاعل مع الصورة بشكل كامل من ناحية الألوان، يعني هذه الإضاءة الـ RGB هي تفاعلية مع الشاشة والصورة والألوان على الشاشة، وبالتالي إذا كان مثلا عندك ألوان أحمر أزرق أخضر راح تكون الإضاءة أيضا أو الألوان نفسها تتغير، هي الألوان الإضاءة نقصد بها إلى أحمر أزرق أخضر، وبالتالي كأنما تحول لك الصورة إلى ألوان حوالين الشاشة نفسها. هي هذه ميزة جدا جميلة بهذه الإضاءة، وإضاءة جوفي تتميز عن كل الأنواع الأخرى الموجودة إنها الأدق من ناحية نقل الألوان، يعني وإن كان هناك موديلات أخرى تجارية لكن جوفي معروف إنها أفضل شركة بالعالم من ناحية إضاءة الـ RGB، وخصوصا هذه الإضاءة الـ RGB التفاعلية تحتاج إنه تكون الأجهزة الخاصة بها دقيقة جدا والكاميرا بنقل الصورة، وبالتالي إنه تظهر بشكل حقيقي وبنفس الوقت والأهم سريع. لذلك هذه الإضاءة جدا جدا ممتازة من هذه الناحية لأنها طبعا معروفة من شركة جوفي. هذه النقطة الأولى اللي تخص هذه الإضاءة. من النقطة الثانية، إضافة أنه كما ذكرنا أنها تتفاعل مع صورة الشاشة، فأيضا بإمكانك تخصيص الإضاءة حسب ما تحب. هناك مئات الموديلات ومئات الأشكال المختلفة لتخصيص هذه الإضاءة. أما بالنسبة للتحكم الخاص فيها، بإمكانك التحكم فيها من خلال بلوتوث وأيضا من خلال تطبيق جوفي اللي يمكن تثبيته على أجهزة الموبايل اللي تكلمنا عنه في فيديو سابقا، وأيضا تعمل مع مساعد جوجل أيضا، بإمكانك مثلا إعطاء أوامر لمساعد جوجل لتغيير لون الإضاءة وكذلك من خلال مساعد أليكسا. بالنسبة لتوفر هذه الإضاءة بالعراق فهي متوفرة عن طريق وكيلهم بالعراق اللي هو متجر نلعب اللي أرسل لنا هذه القطعة، وهو الوكيل الرسمي والرئيسي لشركة جوفي بالعراق. نعم، وكالة جوفي موجودة بالعراق لدى متجر نلعب ومع ضمان لمدة سنة كاملة على أي قطعة تشتريها من خلالهم. أغلب منتجات جوفي متوفرة عندهم وكلها منتجات أصلية، وكرر مرة ثانية منتجات أصلية وليست مثل موجودة البالة المستعملة تكون فيها كثير من المشاكل، لا هذه منتجات جديدة 100% من شركة جوفي ووكيلها بالعراق متجر نلعب مع ضمان لمدة سنة على القطع المختلفة اللي كلها أصلية من شركة جوفي مباشرة. فالآن خلونا نبدأ بفتح الصندوق، خليكم معنا. إذن أحبائي، أول ما راح نفتح الكرتون حيكون أمامنا هذا الكيس اللي هو يحتوي النشرة اللي طبعا حتثبت على التلفزيون أو بالأحرى بشكل أدق ظهر التلفزيون، وأيضا راح نشوفكم بهذا الفيديو كيفية تثبيتها. أما هذه فالبطاقة الخاصة بتثبيت متجر جوفي كما تشاهدون على متجر أب ستور وأيضا على متجر جوجل بلاي من أجل التحكم بهذه القطعة وأي أيضا قطعة ذكية من شركة جوفي. ايضا مع الكتيب الخاص بتثبيتها على الشاشه، او اذا حبيت انه اثبتها على الحائط لكن اكيد راح نثبتها على الشاشه. ايضا مع ملاحظات وخطوات تثبيتها. اهم ملاحظات انه يجب تنظيف مكان التثبيت حتى وان كانت شاشه، فبالتالي يجب انه تنظف الظهر الخاص بها، هذه النقطه الاولى. وايضا استخدام هذه اللواسخ من اجل الزوايا كما تشاهدون حتى تكون مرتبه ومنسقه بشكل جيد جدا وما تتعرض للتلف. ايضا مع كتيب التعليمات الخاص بكيفية استخدامها والتحكم بها وتثبيتها خطوة بخطوة، وأهم نقطة اللي هو كيفية مزامنتها مع الكاميرا، أنه الكاميرا حتقوم بكل الخطوات المهمة. لذلك كما تشاهدون يجب أن تكون الصورة بهذا الشكل عن طريق التطبيق، وراح نرجع لهذه الخطوات إن شاء الله بالفيديو. الآن كما تشاهدون عندنا كثير ملحقات صراحة بالكرتون وراح نوضحها كلها بشكل مفصل. أول شيء هذه القطع الإسفنجية اللي هي الخاصة بمزامنة الكاميرا اللي كما شاهدنا قبل قليل موجودة ضمن كتيب التعليمات، هذه تثبت على حواف الشاشة وراح نوضح إن شاء الله بشكل عملي هذه الخطوة. وكما شاهدون هذه الكاميرا اللي حتثبت
في منتصف الشاشة بشكل كامل حتى أنه يقوم بقراءة الصورة. وسلك اليو اس بي راح يتوصل إلى التقسيم أو البوكس الخاص بمزامنة الصورة، أنا حنقوم بتوضيحها أيضا. والقطعة الأهم اللي هو البوكس الخاص بالتوصيل، كما شاهدون الباور ومدخل يو اس بي ومدخل يو اس بي الآخر، أنا حنقوم بتوضيحه أيضا، ومدخل الباور أو الكهرباء. فهو هذه أهم قطعة من ضمن الجهاز نفسه، هذه طبعا أزرار يتم ضغطها. أيضا مع باقي الملحقات اللي هو كما شاهدون المحولة الكهربائية خاصة بالإضاءة، أيضا مع الملصقات والملحقات الخاصة بالقطعة. هذا البوكس اللي هو راح يكون بالمزامنة الكاملة، كما شاهدون هذا الفتحة اللي هي الكيبل يتم توصيله من سلك الإضاءة اللي حيثبت كما ذكرنا حول الشاشة، وهذا حيكون مدخل السلك الخاص اللي يكون من الكاميرا. هذا الأزرار هذا زر الإطفاء والتشغيل، أما هذا الزر فهو الخاص بتغيير نوعية الإضاءة، يعني تغير لك مثلا ألوان الإضاءة أو كيفية عرض الألوان الخاصة بالإضاءة، يعني تغير شكل أو برمجة الإضاءة الخاصة بها. أما هذا الزر فيفعل لك وضع التفاعل مع الصوت، أما إذا بقيت ضغطه فراح يسمح لك بتغيير شدة إضاءة الضوء زيادة ونقصانا. أما هذا فهو مدخل الباور كما تشاهدون، ويمكن طبعا لزقها بظهر الشاشة إذا حبيت أو أي مكان قريب على الشاشة. طبعا عندنا ملاحظة جدا مهمة قبل لا نبدأ العمل عليها وتثبيتها. أول شيء كما تشاهدون هذه الأسلاك هذه تختلف النوعية كما ذكرت لكم يا أحدث موديل. الجميل فيها أنه أصلا مقسمة بشكل، الآن كما تشاهدون مثلا هذه القطعة الأولى راح تثبت على يسار الشاشة إذا كنت أنت أمام الشاشة، يعني حتى نوضح لكم إياها بشكل أوضح. كما تشاهدون هذا كتيب التعليمات، الآن هذا ظهر الشاشة أمامكم، الآن هذا ظهر الشاشة، فالبداية راح تكون من الجانب الأيمن إذا كنت أنت بظهر الشاشة، يعني هذا جانب الأيمن من الشاشة، وتبدأ من هذا الاتجاه وصولا إلى النهاية ترجع مرة ثانية بالطرف. الجميل بها أنه أساسا الأسلاك، لأن كما تشاهدون هذا الجهة أو هذا الجزء من الإضاءة هو للجانب الأيمن من الشاشة، اللي كما تشاهدون يصل لهذا المكان ومع سلك، ثم يبدأ منتصف الشاشة من الأعلى. هذا راح يسهل عليك كثير العمل، إضافة إلى هذه الكليبسات اللي كما ذكرنا راح تحتاجها من أجل التثبيت. فالآن راح نقوم بتثبيتها، كما تشاهدون مجرد أنه نقوم بإزالة هذا اللاصق ونلصقها مباشرة بظهر الشاشة. فراح نقوم الآن بتثبيتها، خليكم معنا. إذا الآن أحبائي وصلنا إلى نقطة تثبيت تطبيق جوفي هوم، اللي هو طبعا راح نتحكم بهذه الإضاءة ونبرمجها، وايضا نقوم بمزامنه الكاميرا وتضبيطها بشكل صحيح. طبعا راح اقوم بتثبيتها على جهاز سامسونج اللي هو نظام اندرويد، كما تشاهدون هذا اسم التطبيق، نقوم بتثبيته على الموبايل ومن ثم نقوم بفتح التطبيق. طبعا حيطلب منك اذونات تعطي سماح وموافق ويعني هذه التفاصيل، ثم بعد ذلك كما تشاهدون نختار اضافه علامه الزائد بالاعلى، ثم نقوم بكتابه اسم الموديل هو H6199. كما شاهدون ظهر لنا مباشرة، نضغط عليه وبعدها نختار كما شاهدون اسم بالاعلى اللي هو موجود اساسا على البلوتوث، لانه حيطلب منك تشغيل البلوتوث. بعد ما اقوم بتشغيل البلوتوث حيظهر لنا الجهاز مباشرة، نضغط على اسم الجهاز. كما شاهدون راح يتصل الان الموبايل بالقطعة اللي طبعا لازم نكون مشغلينها قبل لا نقوم بتثبيت التطبيق على الموبايل. بعد ذلك يطلب منا تغيير الاسم، شوف نحب شنو نسميه، حنسميه جوفي تي في في حال انه حبيت انه تغير مثلا الالوان من خلال مساعد جوجل. ثم بعد ذلك حيطلب انه يوصل قطعه الاضاءه بشبكه الواي فاي. الان كما تشاهدون شبكه الواي فاي متصل عليها الموبايل، راح نقوم بكتابه الباسورد الخاص بشبكه الواي فاي الخاصه بك الراوتر يعني، وراح نقوم الان بتوصيل قطعه الاضاءه او اضاءه جوفي بشبكه الواي فاي عن طريق الراوتر. كما شاهدون الآن تم توصيله. الآن حيطلب منك أنه تقوم بتثبيت هذه اللصقات البرتقالية كما واضح على زوايا الشاشة حتى تقوم بإكمال المزامنة وضبط الكاميرا بشكل صحيح على أبعاد الشاشة. هذا الخيار يسألك أنه مكان الكاميرا بالأعلى أو بالأسفل، مكان الكاميرا كان بالأعلى، ثم بهذا المكان يسألك هل أنه توصيلها بأي شكل. احنا صراحة قمنا بتثبيتها بالشكل على الاسفل، اللي هو بدينا من يمين الشاشة الى اليسار،
كما تشاهدون ضبطنا ابعاد الكاميرا كما واضح الان بالصوره اللي هي بهذا الشكل كما واضح امامكم. نحاول الان قدر الامكان انه يكون الخط الجانبي كما تشاهدون على اليمين وعلى اليسار هما النقطتين على اليمين وعلى اليسار بالاعلى، نحاول انه تتوازن مع الابعاد بالاسفل. طبعا شاشه بالفيديو 75 بوصه، لذلك انه حتى وان كان شاشتك اكبر من 65 بوصه ممكن انه تقوم بضبطها بشكل صحيح. المهم انه تتبع الخطوات بشكل دقيق، دائما تتاكد من موضوع المزامنه كما تشاهدون الان بهذه الصوره من خلال التطبيق. في حال انه حبيت تعمل تحديث للصورة بعد ما قمت مثلا بتغيير اماكن او تعديل الابعاد، فمباشرة تضغط على زر ريفرش كما تشاهدون امامكم الان موجود. الان كما تشاهدون قمنا بتعديل هذه النقاط بحيث انه يصبح الخط كما واضح مستقيم ويمر على النقطة البرتقالية بالمنتصف. الان النقطة الان على اليسار اوكي اصبحت مضبوطة، الان على اليمين اين راح اقوم بتضبيطها، الان ايضا الجهه على اليمين قمنا بضبطها بشكل دقيق واصبحت الخطوط مستقيمه وتمر بكافه النقاط او اماكن المزامنه البرتقاليه. الان كما تشاهدون قمنا باكمال الضبط واصبحت المزامنه كامله مع الكاميرا. الان كما تشاهدون هذه الواجهه الخاصه بالتطبيق واحنا اختارينا فيديو. كما واضح امامكم مباشره وصلنا تحديث للقطعه اللي هي كما وضحنا قمنا بتوصيلها عن طريق الواي فاي، ويطلب مني تحديث قطعة الجوفي الآن قمنا بتوصيلها بالشاشة. وعند التحديث يجب أنه نتأكد ما تطفى الكهرباء أو أنه ما نقوم بإطفاء الكهرباء على القطعة المتصلة بالشاشة، ولا أيضا نقوم بالخروج من التطبيق بالموبايل، وأيضا لا نقوم بفصل الانترنت أو فصل البلوتوث المتصل من الموبايل إلى القطعة، لأنه هذه كلها ممكن تأثر على السوفتوير. وضروري جدا أنه يكون المسافة جدا قريبة بين الموبايل وبين قطعة الجوفي المتوصلة بالشاشة حتى يتم تثبيت التحديث بشكل كامل. طبعا سرعة تنزيل التحديث تعتمد على سرعة الانترنت عندك، وكما ذكرت قبل قليل انه ما يتم اغلاق التليفون، يعني لا تغلق شاشة الموبايل وخلي الشاشة شغالة والتطبيق مفتوح عندك بالموبايل. الان كما تشاهدون الجهاز يقوم بإعادة تشغيل نفسه المتصل بالشاشة طبعا، وانه تم تحديثها بشكل ناجح وتم اكمال تثبيت التحديث. الان كما تشاهدون هذه القائمه الرئيسيه، طبعا هناك نقطه مهمه، هذا الخيار البرايتنس هو خيار السطوع اللي يتحكم بسطوع القطعه وقوه اضاءتها، والخيار الثاني هو ساتوريشن او نسبه التشبع للون، ايضا انصح بتقليلها يعني مثلا تكون 20 25 30 لكن ايضا يبقى خيار شخصي. وبعض الخيارات الاخرى اللي ايضا ان شاء الله هنحاول قريبا يكون فيديو شرح لهذا التطبيق بشكل كامل نوضح كافة وظائفه وميزاته وكيفية استخدامه. اذا احبائي امامكم الان هي النتيجة النهائية لعملنا وتعبنا، واللي هي نشرة تفاعلية مع الوان الشاشة جميلة جدا. مهما كان المشهد عندك ومهما كان حجم شاشتك سواء كانت 50 55 65 وحتى وان كانت 75 كما في هذا الفيديو، مجرد انه جهد بسيط شوية تركيز وراح تكون هذه النتيجة المبهرة أمامك. فعلا راح تغير تجربتك ونظرتك، بدل ما تكون الغرفة مظلمة والحواف حوالين الشاشة مظلمة، لا هذه الإضاءة راح تعيشك بجو جميل ورائع. وما أحتاج أتكلم، التجربة أمامكم واضحة جدا، ولذلك حتى أنه تكون التجربة أحلى لكم خصم من متجر نلعب، مجرد أنه تستخدمون الكود اللي راح يكون بالوصف الفيديو واللي هو أبو يوسف، استخدموا هذا الكوبون وحتحصلون خصم يصل إلى حوالي 25% من قيمة هذا المنتج. وأذكر مرة ثانية هذا المنتج رسمي جديد مع ضمان سنة كاملة من متجر نلعب، الوكيل الرسمي والرئيسي لشركة جوفي بالعراق، وبالعافية عليكم مقدما. وأيضا إن شاء الله هنحاول قريبا نشرح في فيديو خاص عن تطبيق جوفي كيفية استخدامه وكل ميزاته وكل الخصائص اللي يقدمها هذا التطبيق للتحكم بمختلف أجهزة جوفي. إذا أحبائي أترككم مع هذه اللقطات الجميلة ونشوفكم إن شاء الله في فيديو آخر قريبا. أخوكم أبو يوسف.